بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتورة إيمان الماتوك، متاكم الله بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الدعاء. مساحة جميلة وصغيرة سنتحدث عنها، كيف نكتسب السلام الداخلي في ظل العشر الأواخر. كثير من الناس يستفسر كيف يمكننا الوصول إلى السلام الداخلي. نحن دائما نحدد لنفسنا أهداف. غالبية الناس عندها فترة العشر الأواخر بتدخل في موضوع مهم جدا، ألا وهي الأيام المباركة، وكل أيام رمضان الكريم أكيد إنها مباركة. فإذا أحببنا أن نستغل هذه الفرصة ونستغل هذه الأيام الجميلة وهذه الأيام المليئة بالإيمانيات والمليئة بالمصداقية والشفافية الكاملة، وأن بعض الناس يحب دائما في العشر الأواخر أن يقوم بكل الإيمانيات بشكل أكبر مما عليه في بقية شهر رمضان، وبعض الناس لا، عنده رمضان تقوى كاملة من أوله إلى آخره. دعونا نتحدث عن الموضوع بشيء من الحكمة والتأني والترائي. كثير من الناس كان يعتكف بالمساجد في هذه الفترة على أن لا يلاقي أحد ولا يكلم أحد، إنما يتفرق تفرقا كاملا للعبادة. نحن الآن لدينا الوقت الكافي لنقوم بما نحن نستطيع أن نعمله في هذه العشر الأواخر، ولكن بدءا بما في الأمر يجب أن ننقي التراكمات التي تحول بيننا وبين السلام الداخلي. لأننا في مجمل الوقت وفي غالبيته عندما نريد أن نوصل إلى هدف ما من أهدافنا، ألا وهو هدف الوصول إلى الجنة، نحن نسعى إلى هذا الهدف بشكل بتعالم خارجي. يرانا الناس نذهب إلى المساجد ونصلي ونصوم ونقوم بكل الإيمانيات بشكل واضح فعلي ينظره الناس في سلوكنا الخارجي، ولكن فلنقف وقفة حقيقية أمام أنفسنا. هل نحن بقدر ما نركز للعالم الخارجي على أن يقول الناس علينا ما شاء الله فلان مصلي وفلان صادق وفلان لديه شفافية، هذا ما يظهر عليه سلوكنا الخارجي، هل ما بداخلنا يواكب ما بخارجنا؟ أرجع إلى حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالتقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، أي أن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس عما بدواخلهم، عما تلك النوايا الخفية التي لا ندري عنها. هل هذه النوايا خبيثة أم هي نوايا جيدة؟ هذا هو العالم الداخلي، العالم الذي لا يعرفه إلا نحن والله سبحانه وتعالى بالتأكيد. نحن الناس يقوموا بجد وعمل متناهي ولساعات طويلة، ويبذلوا كل ما يستطيعوا أن يفعلوه لإقناع العالم الخارجي، أي ما يظهر علينا من سلوك خارجي بأننا ناس محترمين وناس راقيين وناس نتمتع بالطيبة والتقوى الكاملة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن بالداخل نعادل ما هو بالخارج؟ وهل ما بالداخل والخارج يواكب أفكارنا بشكل كامل ولا لا؟ نقطة مهمة: قبل أن نبدأ أي شيء بحياتنا يجب أن نركز ونعرف تماما أن العالم الخارجي هو نتاج الوعي الذي يجعلنا نرى العالم الخارجي بوضوح، ما نراه بوعي، وهو نفسه ما نراه دون تغيير لهذه الأشياء. فالمعيار هو نفس المعيار، عندما أرى شجرة أو أرى بحر أو أرى شخص أو أرى كله، هذه كلها أشياء واقعية فعليا أنا أراها ومتأكد منها تماما، لأني أعيها وأعيها بشكل كبير جدا. وكثير من الناس تختلف رؤيته للأشياء الخارجية، حتى في بعض الناس يذهب إلى البحر، البحر عالم جميل، عالم
فيه ثقافات مختلفة، في من له ثقافة في البحر أن يرمي بكل أثقاله ويشتكي لهذه المياه الجارية التي تتلاطم وتتكون في أمواج مختلفة، ويشعر بالارتياح بأن هذا البحر يستمع إليه ويعرف أفكاره تماما، ويستطيع أحيانا أن يعطيه جزء من السلام. وهناك شخص آخر يذهب إلى البحر كي يتأمل ويرى الجمال ويتلمس هذا الجمال داخله، ونفس الفكرة عندما يذهب أحد آخر إلى مكان به حديقة قناء مليئة بالمناظر الطبيعية الجميلة ويتلمس هذا الجمال بكل شفافية وبكل ارتياح، على أن يذهب شخص آخر ويرى هذه الحديقة الراقية يراها بصورة دميمة، وإنما يرى فيها الديدان الصغيرة، وإنما يرى فيها المخلوقات المضرة، وإنما يرى فيها النمل الذي يقبض بالجسم. فهناك رؤية مختلفة للعالم الخارجي، وهناك وعي مختلف للعالم الخارجي. فإذا عقدنا قليل من المقارنة، هل عندما أبيع العسل للناس لا أتذوق طعمه؟ فكيف البائع العسل أن يبيع العسل والهنا للناس وهو لا يتذوق ذاك الطعم؟ أن الأمر يحتاج إلى تغيير. وعندما أتحدث تحدثنا كثير عن أشكال التغيير، ولكن التغيير بالداخل الذي يعطي السلام فهو مكتسب رائع جدا، لأن الشخص عندما يتغير من الداخل ويتلمس الجمال الحقيقي يستطيع أن يراه بوعي كامل في الخارج. وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول أنك شخص تواكب عقلك وعيك، وتواكب دواخلك أي قلبك، وتواكب أدائك بالفورمانس. وهذا مثلث مهم جدا في اكتساب السلام الداخلي. هل العقل والقلب والبرفورمانس أو الأداء متشابه ولا مختلف؟ دعوة واضحة وصريحة أن نتوقف ونعمل كآلة أو حاسوب، فالآلة والحاسوب لا تتماشى مع مبدأ البشرية. ولما نتحدث عن مفهوم العمل بجد أو العبادة بجد، يجب أن يكون فيها نوع من التشويق والاستمتاع حتى نستطيع أن نلائم هذا التشويق والاستمتاع مع الفكر ومع ما نحب أو ما نريد أن نحب أن نفعل. هذه أشياء مهمة جدا. كثير جدا من الأشخاص فقط يحبوا أن يعملوا الأعمال الصالحة بغض النظر عن حبهم لهذه الأعمال أو عدمها. المهم في حالة العمل المجد والشاق، تخيل إنه عمل عادي غير عمل أنت بتقدميه لله سبحانه وتعالى، عمل أنت ستجزي عليه الجنة، وكنت تقوم بهذا العمل بلا استمتاع وبلا أي نوع من الحب والشغف، فقط كنت تلائمي عالمك الخارجي ولم تلائمي العالم الداخلي. فماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيكون هناك عمل بلا جدوى بلا أجر. طيب، سؤال لازم نطرحه لأنفسنا بجدية كاملة: لماذا يصاب الناس بالاضطرابات؟ لسبب بسيط جدا، لأننا لا نربط بين أعمالنا الصالحة، بين ما في دواخلنا من تقوى وإيمان، وبين ما نفعله في العالم الخارجي. كثير منا يرضي العالم الخارجي ويخلق كاريزما كاذبة، كاريزما العمل في الخارج إنسان رائع جميل متزن عنده مهارات قوية جدا، يستطيع أن يمارس هذه المهارات في مجال العمل، في مجال التدريب مثلا،
في أي مجال من المجالات، ولكن عندما يعود إلى المنزل هناك شخص آخر، هناك كاريزما كاذبة، هناك كاريزما لم تنبع من الداخل، كاريزما بشرية ليست بشرية، كاريزما آلية كالآلة، روبوت، روبوت نشيط جدا، رائع، راقي، ولكن أين؟ ليس في بيئته الداخلية، بيته، منزله، عباداته، علاقته بالله سبحانه وتعالى. علاقته مع الجميع جدا راقية، قوية، جميلة، لكن علاقته مع الله سبحانه وتعالى هي العلاقة الداخلية الحقيقية، التقوى هنا. أيضا الناتج السلبي اللي بيخرج من مسألة الاضطرابات النفسية للعقل أن الإنسان كثر تعلقه بالعالم الخارجي للأسف بيبتعد عن الحب الغير مشروط، وبيدخل في إطار الحب المشروط، سواء أنا كنت كان عندي حب غير مشروط تحصل إلهه وأنت تظهر حبه، وهذا في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا يجب أن يكون الحب ليس مشروطا، ليس فقط أطبق ما تعلمت من تعاليم دينية فقط لإرضاء الناس، ولكن يجب أن تكون هذه التقوى والتعاليم والعبادات التي أقوم بها باستمتاع وحب وشغف كامل، شغف إلى دخول الجنة. ما في أجمل من الجنة، ما في أجمل من الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت قد ما شفتوا في حياتكم، ما في زي الجنة. والآن عندنا فرصة كاملة حتى لا نضع نفسنا في تجربة الحب المشروط. إذن جنتنا يجب أن نؤسس أعمالنا التي تقودنا وتوصلنا إلى الجنة. فاهتمامك بالعالم الداخلي وتنظيفه وترتيبه وتنسيقه هو الذي يتلائم مع الفكر والروح والجسد والعالم الخارجي. إذا نحن داخل قصر نظيف، قصر نستطيع أن نضع فيه الأثاث الذي نريد، قصر نستطيع أن نجلب الأناتيك التي نبغى، ولكن عندما يكون قصرنا متسخ هل نجلب له أثاث جميل؟ ها، أول ما تنظر لعالمك الخارجي من شرفة هذا القصر سترى كل شيء متسخ. إذن هذه هي الفكرة، لا أنظر من نافذة الداخل إلى نافذة الخارج فأرى الحياة بضبابية، بنفاق، بكذب، بتملق، وهذه كلها ليس لها أي أجر وليس لها أي عمل. وأنت إذا ظللت تركض وراء هذه الحياة ليس لك فيها ثواب. لا تبني دارا أنت تاركها وتترك دارا أنت ساكن فيها أبدا. الأحق بالقصر النظيف والأساس الجميل، الأساس هو أعمالنا، قصر النظيف هي نفوسنا وسلامنا الداخلي. يجب أن لا نضع أنفسنا في هذه النقاط، فلنعلم ونتأكد ونعرف أن كلمة الوقاية خير من العلاج كلمة بذيئة، كلمة بذيئة جدا. لماذا لا نطور بدلا أن نوقي؟ كيف نعمل وقاية لأنفسنا مسلمة من الأمراض الداخلية في أنفسنا وإحنا ما بنطور هذه الذات الداخلية ولا نطور هذا العالم الداخلي حتى نستطيع أن نرتقي ونوصل إلى مرحلة السلام الداخلي؟ يجب أن نرتقي بأنفسنا وبأرواحنا. فالارتقاء درجات، كما الإيمان 74 شعبة. عرفنا أن الارتقاء ده درجة عالية جدا من الإيمان. حافظوا على التنظيف الداخلي قبل وضع أي شيء ثمين، قبل وضع أي شيء ثمين. انتبهوا لا تجعلوا أن هناك اضطرابات وخلل
بين ما هو في العالم الخارجي وبين ما هو في عالمكم الداخلي. تأكدوا أن العالم الداخلي يحتاج إلى تنظيف الوعي ويحتاج إلى الارتقاء ويحتاج إلى أن تكون شخصا حقيقيا، ولست أهلة محوسبة ولا أنمطة اجتماعية تحاول أن ترضي الجميع وأن تخالف ذاتك وأن تخالف سلامك الداخلي وأن تخالف تقواك إلى الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فكن أنت من حافظ على السلام الداخلي ألا وهو التقوى. فالفجور ينتج من التمسك بالعالم الخارجي. متعكم الله بالصحة والعافية، وجعلني عليكم ضيف خفيف في العشرة الأواخر، ولا تنسون من صالح الدعاء. أعطاكم الله الصحة والعافية، وأنا سعيدة وفخورة وشاكرة لتواجدي بينكم اليوم.